ثانيا من منطقة درب السلطان بالبيضاء، كما تشوفوا معنا الشرطة العلمية والتقنية، يلا التحقوا هنا بعين المكان باش يشوفوا الجثة هذه اللي ما نقدروش نبينوها، اللي تشاهدوا معنا مازال البحث جاري. كاميرات المراقبة على قبل هذه الجثة اللي تشوفوا صارها شي في الخاطر. هذه لان كما كتعرفوا اللي تشاهدوا معنا هنا اللي بصراحة هاد الصدمة المنطقة الفراح ودرب السلطان اللي ما نقدروش نبينو لكم هاد الجثة، هاد الرضيعة، هاد اللي دابا كاينين الشرطة العلمية والتقنية اللي تياخدو مطيات ديالو، اللي ما نقدروش نصورو لكم هاد الشي هدا اللي تتشاهدو معنا، حيت ممنوع الجرائد حرمة الموتى كما تنقولو. هنا تنشوفو الشرطة العلمية والتقنية، الشرطة العلمية والتقنية اللي لما تتشاهدو الشرطة العلمية والتقنية اللي جاو هنايا البوليس هنا باش تشوفوا هاد الجثة اللي كاينة هنا اللي حطتها مولاتها، على ما أظن غتكون متشردة مسكينة، ما عندها فين تبات، ما عندهاش شي إيواء فين غترياح ولا العائلة ديالها ولا شي حاجة. الله يحسن العوان، بحال هاد المشاكل هادي تنشوفوها بزاف، ملي تلقاو شي جثة ولا شي حاجة تيقوم بالبحث وكل شي، غير في الأمر في الآخر تلقاوها غير متشردة، ما عندهاش مسكينة العائلة ديالها، مسكينة تيكونوا دوكم متشردين تيكونوا مساكن تيباتو غير في الزنقة، يقدروا يتعرضوا للاعتداء، يقدروا يتعرضوا للمضايقات، لبزاف الحوايج كما تشوفوا. حنا بصراحة شنا هاد الجثة هادي من الأوائل اللي جينا هنايا، اللي بصراحة تصدمنا وطلبنا الساكنة اللي كاينة هنا واللي غالي في الأمر اللي كاينة الساكنة بزاف، وحتى واحد ما انتبه لهاد الجثة. حتى واحد ما انتبه لهاد الجثة هادي اللي الغالي في الأمر اللي تيضر في الخاطر، هاد الشي هذا بصراحة اللي تيضر في الخاطر. ساكنة هنايا حتى واحد ما انتبه لهاد الجثة هادي، حتى واحد ما شاف شكون اللي حطها، حتى واحد ما شاف اشنو كاين فيها. تشوفو بغيت تعيش عليا بصراحة اللي تشوفو معنا أمن الشرطة الغذائية الحمد لله اللي عندهم كفاءات عالية، اللي جاو باش يشوفوا الصدمة. تشوفوني الساكنة مازال ساكنة اللي مصدومة، والغريب في الأمر كاينين الدور هنا اللي مسدودين، اللي كاين حتى تشكى الساكنة من هاد الزناقي ومن هاد الشي هذا.
اللي تشوفوا الساكنة تتشكى من هادشي. كان غرياج ديال سير ليا بعد من هنا بعد ما اجي هنا بعد من الصداع ديال عباد الله. شوفوا تشاهدوا معنا الساكن هنا اللي مصدومه اللي يصوروا كل شيء طل كل يبقى فيه الحال ملي شاف هذا الشيء. هذا بصراحه الشيء هذا اللي تيدور في الخاطر اللي تشاهدوا السلطات الامنيه منطقه الفداء مر السلطان اللي قاموا بالواجب بصراحه. والشرطه القضائيه والشرطه العلميه اللي جاوا هنا باش ياخذوا المعاينه لهذا الجد هاد الرضيع اللي باقي غتجي السياره باش غتديه. انت تشوفوا معنا اللي كاين هنايا كاميرا المراقبة على حساب ما سمعنا. تشاهدوا معنا الشرطة العلمية صور الشرطة العلمية اللي دخلوا لهذا المكان باش يشوفوا هاد الرضيع هذا اللي جا دار المعاينة ديالو وغي يتنقل اللي جا باش يكونترولي وياخذ المعاينة ديالو وياخذ كاع المراقبة الصارمة لقبال هاد الموضوع ديال هاد الرضيع اللي لقاوه هنايا. انت تشوفوا اللي تصدموا الساكنه ديال هنا اللي بصراحه اللي هاد الشيء تيدور في الخاطر. هنا غيتم باش يديروا المراقبه التامه. كما تشاهدوا هنا ما باقين في هذه الزنقه اللي فيها هذا المشكل هذا اللي تيقولوا كاينه كاميرا المراقبه. دابا كاميرا المراقبه هنا تبقى علامة استفهام كما تبعتم انا مسبقا.